هذا هو المبشر سعيد عبده، وهو يضع يده على الناس، يتحرك حول القاعة بتعليمات من الروح القدس، كما هو واضح هنا حيث يرشده الروح القدس الحال فيه، ويقدم الحل لمشاكل الناس، الشفاء التحرير وكل بركات الرب الإله. شاهد هذه السيدة التي بدأ روح قوية وعنيفة في الصراخ بصوت عظيم من داخلها، أن قبضة الشيطان على حياتها تتلاشى أثناء أشار إليها رجل الرب الإله. وبقوة روح الرب انكشف الشيطان الذي تسبب فيه. لنرى من يحب. اتلك شعب. اتلك شعبي. اتلك شعبي. تنزل النار من السماء. برق الروح القدس اضربك في كل جسدك. ابتعدوا. مين دي اللي بتاعتك؟ الشياطين باسم يسوع المسيح. انت سحر في البيت. سحر في البيت. مالك قد ايه في سحر في البيت؟ مالك قد ايه من ساعة ما سكنت فيه؟ من ساعة ما سكنت في البيت. سامعين؟ لما تيجي تشتري بيت جديد لازم تكون مصلي، لازم تكون بتقدس البيت الاول، لان البيت ده كان فيه قطن سحر وهي مش ممتلئه من الروح القدس. ده اشترت البيت ده، الشياطين اللي جوه البيت لبستها فلوسها كده. لازم تصلي وتطلب من الرب ارشاد عشان تشتري البيت الصح، مش اي حاجه تروح تشتريها، لازم بقياده روح الله. هي راحت بيقول الشياطين بتقول دخلتوها من امتى؟ الشياطين ردت وقالت من ساعة ما دخلت البيت ده. طلعوا لي قدام. عملت ايه في جوازك؟ مش عايزة
قادر تبص في عينيا. انت مش قادر تبص في عينيا. خرج منها ثلاث شياطين، فاضل اربع شياطين. هي فيها زي المجدلية اللي كان فيها سبع شياطين. عايزين تعرفوا الشياطين موجودة فين؟ هنا ثلاث شياطين وهنا شيطان في الرحم. مين انت؟ مين انت؟ مين انت؟ مين انت باسم يسوع المسيح؟ انا ساكن في بيئتها كلها، كل ساكن فيه في الحمام وقت النوم وتحت فوقه كله. ده الشيطان اللي ساكن في المعدة، ساكن في المعدة كلها باسم يسوع المسيح. اشرب. شكرا يا يسوع. كوني حرة باسم يسوع المسيح. هي اتحررت. شكرا يا يسوع. يسوع حررك. كان فيكي سبع شياطين عذبوا حياتك. أنا ليا ست سنين على الوضع ده ولفيت كتير مفيش أي فايدة، وجوزي ساب شغله دايما وتعبان، مفيش فلوس قاعدين في البيت، وعيالي دايما خايفين من البيت. ابعدي عن الخطية. آمين إن شاء الله. آمين. آمين. أنتِ اتحررتي، جوزك اتحرر. يا رب صلي له، صلي له. دي عدم، ده لغة عدم إيمان. ما أقولش يا رب، أقول نؤمن. أشكرك يا يسوع. نشكرك يا يسوع. الإنسان اللي بيشكر ده معناه إنه مؤمن. لكن يقول يا رب، كتاب قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. أشكرك يا يسوع. إلهنا ما اسمهوش يا رب بس، يا رب يسوع. حدد مين إلهك، لأن كل آلهة الأمم شياطين، ونحن نعبد الإله الحي الحقيقي يسوع المسيح. مشهور يا سحرارك. مش حاجة هترجع لك تاني. تعيشي للمسيح، اسمعي عظات، اقري الانجيل، عشان ما فيش حاجه ترجع لك. واصبي على الاجتماعات. اكبر خطر انك تيجي اجتماع وتمشي وما تجيش تاني. لا، لازم تواظب لحد ما تمتلئ من الروح القدس، لانك لو ما واظبتش وما امتلأتش من الروح القدس انت مدي الشيطان مكان، ممكن يرجعوا لك اضعاف. لازم تسد الصغر، لازم تسد المنافذ اللي بيدخل لك منها الشياطين وتمتلئ من الروح. امين.